جميلة يعني 4 ديال الأهداف. الجمهور حنا اش كنبغيو نشوفو؟ كنبغيو نشوفو الأهداف. كنظن بأنه انتصار يعني يعيد الثقة أكيد لفريق الوداد. الخسارة بالنسبة لنهضة بركان يمكن خسارة قاسية يعني 4-0، جوج ديال ضربتي جزاء، حالتي طرد، يعني الأمور صعيبة بالنسبة للفريق اللي كان كيحاول يرجع. أما بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي كنعتقد بأنها نتيجة مهمة كتخليه دائما في الصدارة وكتخليه دائما هو اللي كيتحكم في مصير اللقب ككل. أكيد نتيجة غير ليست في صالح فريق الرجاء البيضاوي، لأن الفريق اللي كيلعب ايضا على اللقب، وبالتالي دائما غادي يبقى هذاك غيبقى التشويق. مع ذلك رغم ان الفريق يمكن ما شفتش انا المباراه لان كنت حاضره هنا، ما شفتش المباراه، ولكن كتعادل يمكن لا يصب في صالح الرجاء اكيد. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.